ويعلم الإهلاك والعاد. قلت فرصة جاوبة مرة واحدة، هل يزيد العقار بينزل في الأيام الجاية ولا بمنازل؟ الجواب الآية تقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، صدق الله العظيم. ما في أحد أقول ويقول وهذا يحلل وهذا يحلل، ما في أحد عند الجواب. لو في أحد عند الجواب كان صار أغنى واحد في العالم، ولا يهمك أحد يقول إلا عارف وقاعد يوعد من 5 سنين و7 سنين. ما أدري بيزيد بيطيح بينهار، ما أدري، ما أحد يدري، ما حد يقدر يدري. ولا كان أيام انهيار الأسهم كانوا الفطاحلة اللي في الأسهم الفهمانين ما دخلوا السجن وفلسوا وصارت مشاكل، كان اغتنوا ورزقهم الله. فما يقدر أحد، يقدر أحد يعطيك توقعات بس صح غلط ما تقدر تعرف. وفي شيء ثاني، في أحد طبعا كل أحد يحلل، في ناس يقولك بيطلع، في ناس يقولك بينزل، في ناس يقولك ولا ضبطت، ضبط مع التحليل قال شفت إني أنا فهمان. طيب التحليلات الـ70 الغلط اللي قلتها ما تكلم عنها، فهمت الفكرة؟ راح طلع تحليل القديم اللي قال شفتوا اني انا فهمان. صعب، ما حد يقدر يعلم الغيب، بس في تحليلات مؤشرات، لكن الانسان العاقل يعرف. طيب بيطيح، خل فرضنا قلنا بيطيح، كم بيطيح؟ 50%، 40%، 30%، 20%؟ ومتى بيطيح؟ بعد سنتين، بعد 3، بعد 4؟ طيب يسوى اني انا انتظر 3 سنوات و4 مقابل 10%؟ كل واحد ومصلحته، كل واحد عقله في راسه ويعرف مصلحته. فتعرف انت مصلحتك، هل بيطيح؟ كم احتماليه يطيح؟ 50 50؟ كم بعد سنه؟ بعد كذا؟ فهمت الفكره؟ فيبغى لها يعني، ما تقدر ما تقدر. وبعدين قرار انت اللي تاخذه، انت اللي تاخذه وانت اللي تقرره بالورقه والقلم وتعرف مصلحتك. وشكرا، ونبدا فقرتنا. في ناس قبل ما ابدا، في ناس يجي يقول لك والله تجار الاراضي يعرفون انه طايح وما يبغون يكشفون الاوراق. يا مثقف يا فهمان، لو هم يعرفون انه طايح كان باعوا وصرفوا اراضيهم ولا طاح شروها من جديد. شغل عقلك، دارس وكل شيء بس عقلك ما يشتغل للاسف. شغل عقلك شوي، والله ما يدرون، والله ما يدرون. لو يدرون باعوها الحين برخيص وشروها بارخص، فهمت الفكره؟ ما يدري. يعني انهيارات الاسهم اللي تصير، يدري تاجر الاسهم انه بتطيح الاسهم؟ والله ما يدري، يطيح الاسهم فجاه يفاجئ. في تحليلات تعطي ارقام على نزول بسيط، بس انهيارات ما حد يقدر يعرف الانهيارات. في تجار كبار من اكبر التجار في العالم فلسوا، كيف فلسوا؟ لو يعرف، ما عنده محللين وعنده صف مثل ذا المكتب 40 كله يحللون، بس انهار السوق ما قدروا يجيبون ما قدروا يجيبونها كذا. المهم نروح لفقرتنا اللي حنا عليها ولا علينا من